يخش جوه الهيتر ده هو على درجه حراره 50 والاتش بتاعه 250 واط يكون مثلا اربع تلفل. بيقول لك ان انت عندك الهيتر بتاعك ده البروم ده الماتيريال بتاعته الدايمتر بتاعه 1 ملي ميتر والريزستيفيتي بتاعته 10 سالب 6 الكوندكتيفيتي 25 والريزستيفيتي بتاعك السطح 0.2 بيقول لك ان السطح بتاعك ايه 50. وبيقول ان درجه حراره اعلى درجه حراره يقدر يستحملها الماتيريال دي هي 1200. وهتلاقي في اخر المساله مديلك هنت كده بيقول لك اعتبر ان مفيش فاريشنز جوه السكنس ده او جوه الواير ده. يعني من الاخر هو السكنس ده صغير جدا هعتبر ان كل درجه الحراره بتاعته بقى ايه التي ماكسيموم. تمام؟ يعني في سيرفيس بتاعتك تي ماكسيموم. بيقول لك احسب لي اول حاجه الهيت جنريشن بتاعت الواير ده قد كام؟ وبيقول لك احسب لي التيار الماكسيموم اللي طاير اللي موجود جوه الواير. وبيقول لك عن الدلتا فولتج يعني 110 احسب لي طول الموصل ده بكام؟ هعمل ايه؟ يا الرودي اللي هي المقاومه النوعيه صح؟ اللي هي؟ الرودي اللي هي المقاومه النوعيه. هعمل ايه؟ مسألة بسيطة جدا حتى هي ما فيهاش تفاصيل بتاع الهيت جنريشن. احط المعادلة ايه؟ المعادلة اللي هي البرشلونة. ايوه معادلة السلندر. ها يا جماعة ايه هنا المطلوب؟ ايه هنا اللي هو مديهولك تقدر تحسب؟ اعمل سيرمر سيرمر ايه؟ تساوي باور المفروض على الايه؟ على الفولت. تمام؟ يعني بتساوي باشمهندس افنت الفولت. التيار اسمه ايه؟ في المقاومه على الفولت. تمام؟ بس هل هتقدر تحسب حاجه من دول دلوقتي؟ طب اعمل ايه؟ السيرفر سيت اول حاجه بس هنا الحوار ايه بسيط؟ الدي سيرفيس مقاومه كونفكشن واحد على الاتش في الاريا ودرجة حرارة الايه؟ الفلويد. يبقى دلوقتي عشان اقدر اجيب يو جنريشن هتبقى عبارة عن اتش في اريا في دلتا تي. تمام؟ على الفوليوم بتاع السلك بتاع الواير اللي هو باي على الاربعة دي سكوير في الاريا. تمام؟ برضه الاريا هنا هي الاتش ايه؟ المفروض اجيب ال ده فوليوم ده اريا يعني ده باي جراديشن دي في ال جراديشن دي سيرفيس ناقص تي للنهاية عشان اجيب على باي على الاربعة دي سكوير في اريا جراديشن اجيب الاتش يبقى الدي دوت اربعة اتش دي سيرفيس على دي. تعال نعوض. مش مهندس بعد اذنك. هو مش في هنا راديشن؟ فيه؟ راديشن. صح. في راديشن. طب عشان في راديشن هعمل ايه هنا؟ هنزود في السيرمر سيركت نفسها. هجيب الاتش بتاع الراديشن. عشان الاتش كومباين. تمام؟ يبقى الاتش كومباين بتاعتنا اللي هي عباره عن كام؟ 250 زائد الاتش راديشن بكام؟ سيبها بقى اللي هو القانون اللي هو ابسلون بيقول ايه؟ ابسلون ابسلون بورتزمان سيرف بورتزمان 25 تي سيرفيس تي سيرفيس تي سيرفيس زائد تي سيرفيس. تمام؟ في ايه بقى؟ تي سيرفيس اللي هو مديها لك 1300 كام؟ 1200 بس طبعا انت عايزها تتفق هتطلع لك الكيو دوت في النهايه
واحد في 36 في 10 في 9 وات في كل متر مربع كده. تمام؟ ركز بقى. طب بعد كده هعمل ايه عشان احسب الاول ماكسيموم؟ ها يا ابني ركز بقى هعمل ايه؟ عايز احسب الاول ماكسيموم بعد خلاص جبت الانشوريشن بتاعي عادي هعمل ايه؟ الاي سكوير بالنسبه لي هنا الار بتاع هي السيفيتي في الايد على الاريا كروس سيكشن والفوليوم هو الاريا كروس سيكشن برضه ولكن في الايد هساوي الاي سكوير الرو اللي هي ايه السيفيتي 10 سالب 6 اضربها الطول هنا بيروح هنا يبقى ادي 10 سالب 6 على الاريا كروس سيكشن سكوير اللي هي عباره عن واي على 4 دي سكوير هتطلع كده الاي بس هي اللي مش موجوده عندي اقدر احسب الاي هتطلع 29 امبير الناس سامعه الكلام ده ولا لا؟ مش فاهم ايه اللي هو؟ كام؟ اني سطر؟ بص يا اخويا دلوقتي انت عندك اتش في اريا بيتا دي ده اللي هو الكوم بتاع الكونفكشن عادي قسمته على الفوليوم عشان اجيب هيت جنريشن اللي هي وات بالايه؟ بالميتا بتكعيب حلو؟ الاتش هنا زمايلك لما قالوا له ايه؟ قال لك دي عباره عن اتش كومباين اللي هي اتش كونفكشن زائد الاتش راديشن الكونفكشن هو مديها لي كان 250 الروديشن بتساوي ايه؟ بتساوي الريمسيفيتي بتساوي الكونتيكان التي سيرفيس سكوير زائد التي سراوندينج سكوير في التي سيرفيس زائد التي سراوندينج تمام ده اللي اتش كونفكشن جمعتهم بس قمت ضارب في البيتا دي قمت قاسم على الدي الدايمتر بتاعها كل الحكايه الام دي انا هنا ايه عوضت عنها باي دي في ايه فانت لميت كلها ايه راحت مع بعضها جبت الدي دوت اللي هو عايزها في اول حاجه بعد كده عايز احسب الاي ماكسيموم فالنيو بتساوي هنا كده افضل علشان احنا عارفين السيرفس اللي احنا عملناها لاول مره يكون عندي روتيشن يكون عندي كونفكشن تمام قلنا ان احنا بنجيب اتش تي اتش تي بنسمعهم اتش كومباين شو قلنا كده؟ لا بلاش بلاش كده بعد كده جبنا الاي ماكسيموم تمام بالقانون هو مديك الايه؟ الار بس مديك ايه؟ الحاجات بتاعتك تقدر تحسب منها الريزيستنس تمام؟ تقدر تحسب الاي ماكسيموم اخر حاجه هو عاوزها هنا ايه؟ عايز الام طول الموصل نعمل ايه؟ تحليت الشيل ده ولا لسه يا جماعه؟ طب ليه طب؟ عنيف حلو ما تحملش بايدك والله العظيم هتخش امتحان الجنين هتلاقي خراب مش عارف تحل ليه؟ يعني لو مثلا لو كل شيت في الجو مثلا كنت مشكله واحده كل شيت حلوا معاك قلت في الفيديو كل شيت حلوا معاك في المانيو مثلا في الليرز مش موجوده في ليه؟ في يونس موجوده والتاني موجوده برضه كل المسائل الشيت موجوده بص في الانتروبيرا بس يا جماعه هتلاقي في شيفت في المسائل شيفت بس المسائل هتلاقيها موجوده وقلت لك حل ما عرفتش ابعت لي قول المسائل دي انا مش عارف حلها المسائل دي بتيجي على مالكش دعوه في الموضوع يا جماعه احنا اللي حاطين الشيت جوه هو موجود منه من المرجعين دول مفيش من غيرهم حل بايدك طب يو بتساوي الاي في الفي على الفوليوم تمام؟ ركز انا لسه جايب التيار في الفوليوم هو في الدلتا اي هو مديها لك التيار احنا قلنا هنا ب 29 في الفوليوم في يبقى الفولت 110
فوليوم بتاع الموصل قلنا الباي على الاربعة دي سكوير في الان والكيو احنا لسه حاسبينها اهي. هنعوض ده الوحيد اللي مش موجود اللي هتساوي معاك كام؟ 2 متر 98 من 10 تمام؟ حد مش كامل في السؤال ده؟ ده ممكن يجي لك 100 ترم عادي. طيب في ده هنا في الاول لان انا عايز احب اعرف الاي ولو علمت اي في البي الفوليوم هنا مش هقدر اطير الترم بتاع ال ده عشان ال نفسه مش موجود معايا برضه. لكن انا عملت كده عشان اقدر اطير ال تمام؟ حد عنده اي سؤال تاني؟ الاريا بتاعت الكويل اريا كروس سيكشن في طول الموصل كانه سلندر اهو ايه اهو تمام؟ بتساوي 10 في 5 وات لكل متر مربع وكل متر مكعب تمام؟ الانر دايمتر بتاعك هي 0.5 متر محطوطه جوه كونتينر ستانلس ستيل الكوندكتيفيتي بتاعته 15 والار اوت بتاعتك 0.6 متر بيقول برضه ماشي عليه كويل ميه ده ميه تبريد يعني الانش بتاعتها 1000 وات لكل متر مربع كلفن ودرجه حرارتها 25 احسب لي درجة حرارة الدي سيرفيس ايه؟ اللي هي دي والدي سيرفيس اوت واحسب لي الدي ماكسيموم بكام؟ هعمل ايه؟ ثيرمال لا حد يطلع ثيرمال بسيطة علينا زي المرة اللي فاتت ولا بس كل الطوارئ اللي بدل سلندر بقت سفين ها؟ بسيطة يلا يا قاضي يلا عليها بونص بونص يلا طب بص يا جماعة طب هنرسم زي ما قال السيرما سيرك بتاعتنا من اول جوه لبره عشان هو ده اتجاه الحرارة بتاعتي وده الدي سيرفيس 1 اللي هي الايه وده الدي سيرفيس 2 الاول ودي درجة الحرارة الايه؟ بتاعت الفلويد دي اللي هو من دهلك بكام؟ 25 درجة طب السيرفر ريزيستنس دي بتاعت الكونتكتيفيتي اللي هي كانت بتبقى بكام؟ الار اوت ناقص الار ان على 4 باي كي ار اوت في ار ان والكونفكشن اللي هي 1 على اريا في الاتش الاريا اللي هي هنا بتاعت السكين بتساوي 4 باي ار سكوير تمام؟ طب دلوقتي هنبص على السيرك بتاعتنا هنلاقي ان احنا مش عارفين نحسب اي كيو ليه؟ عشان هو مش مديني اي درجه حراره ثانيه تخدم مع دي واقدر اقسمها على ريزيستنس فاقدر احسب الكيو هتلاقي ان هو مدي لك ايه؟ كيو اوريدي هو مديها لك طب الكيو دي بكام؟ 10 بار 5 دي عباره عن كيو دوت في الفولت طب يبقى هو مديها لي 10 بص 5 في الفوليوم 4 على 3 باي ار 90 هو مين بينا الدايمتر او الريدنس اهو نص متر 90 اقدر احسب الكيو اللي موجود عندي هتلاقيها بتساوي وات تمام؟ من خلال اول ما اقدر احسب الكيو اللي ماشيه في السيركت اقدر احسب الايه؟ تمبريتشرز تي سيرفيس 1 وتي سيرفيس 2 هتلاقي الام الكيو بتساوي تي سيرفيس 1 ناقص تي سيرفيس 2 انفينيتي بقى عشان نجيب تي سيرفيس 1 الله ينور عليك على الار او 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 الار او
اللي هي بتساوي برضه تي سيرفيس 2 ناقص 25 دي على 1 على 1 اي في اتش. اهو تعالى نعوض. الار اوت اللي هي عباره عن 6 من 10 متر ناقص ونص على 4 باي كي هو مديها لك بتاع السالب السين هنا 15 مضروبه في 0.6 في نص بلاش كلام بجد 4 باي الار دي هي الار اوت 6 من 10 سكوير في الاتش اللي هي 1000. باشمهندس معلش هي الكيل اللي هي ب 20 دي بتاعت ايه؟ الايه؟ الكيل اللي ب 20 دي بتاعت ايه؟ دي الكيل بتاعت الماتيريال نفسها اللي بتعمل اتش دوريشن. تمام. دي سيرفس 2 ناقص 25 واحد على تمام؟ طبعا دي بتساوي الكيو اللي احنا لسه مطلعينه عليها. من هنا اقدر احسب دي سيرفس 1 تمام. حد الكلام ده مش مفهوم عنده؟ مسألة بسيطة واللي اتحلت المرة اللي فاتت هي هي. تمام؟ طب تاني حاجة هو عايز يحسب الايه؟ تي ماكس. هعمل ايه؟ الايه؟ تمام ازاي؟ قلنا هنفتح القانون هنفتح الايه؟ الداتا بوك هتلاقي القانون بتاعك اللي هو بتاع الدي اوف ار بتاع في الحالة بتاعت السفير هتلاقي ان هو بيتساوي الدي سيرفيس ازاي؟ الدي دوت على 6 كي كومبكتيفيتي بقى ايه؟ اللي هي بتاعت الماتيريال بلاش كلام تمام في الار اوت سكوير ناقص الار سكوير. طبعا احنا هنا عارفين ان التي ماكسيم بتحصل فين؟ صفر عشان هي حاله واحده بس في الايه في السفير هعوض الار دي بصفر واقول له ان التي ماكسيم بتساوي التي سيرفيس اللي انا لسه جايبها اللي هي التي سيرفيس 1 اللي هي 129 زائد الكيو دوت اللي انا لسه برضه حاسبها ايه؟ 52,900 مش معنى تي سيرفيس 1 هو القانون بتاعنا احنا كنا عاملينه على دي بس كده مالناش دعوه احنا بالايه؟ بالعزله او مثلا بالكونتينر لا احنا شغل كل شغلنا هو على اللي احنا استنتجناه على ده بس لوحده يعني السفير دي جواها ماده ثانيه بتعمل ايه جنريشن ايوه بالظبط كده تمام على 6 20 الار اوت بتاعتنا هي بتساوي نص سكوير هتلاقي دي ماكسيموم تساوي 337.7 من 10 درجه سيلسيوس تمام. اخر مطلوبه دي عندك بيقول لك ايه؟ بيقول لك لو حصل وعملنا هنا ضعفنا الكيو دوت دي تمام هل المنظومه بتاعتك هتستحمل ولا لا؟ وقال لك ايه؟ وقال لك خلي بالك ان الريديوس بتاع او السكنس بتاع الماتيريال دي اللي هي الكونتينر المفروض لا ما يكونش اقل من 0.4 والماكسيموم بتاعك ان هو يكون ايه؟ 0.1 زي ما هو موجود في المساله كده تمام؟ فهو بيقول لك هل بقى هيستحمل ولا مش هيستحمل؟ نعوض بالسكنس ب 3.1 ونعيد المساله تاني لو بالظبط هتفضل تعيد المساله بس هو عمل ايه بقى؟ هو بدا يبص بص الحاجات دي ما تجيش في امتحان فاينل بس هي حاجات فهميه مش اكتر يعني بتكون في المراجع اللي فين بدا يبص هنا ويبص هنا تمام؟ في الاكل يا فندم الحضانه بص بدا يبص هنا ويبص هنا بدا يقول ازاي اقدر اتحكم في المقاومات الحراريه بتاعتي تمام؟ فانا كان عندي حاجتين يا اما ممكن اتحكم في السكنس بتاع الكونتينر ده تمام؟ ولو انا عايز اتحكم في المقاومه دي يا اما هبدا اغير الايه؟ الاتش اللي هو سرعات الفلويد او سرعات الكولينج ليكويد على الايه؟ على السكين من بره
وبدا يرسم علاقه ما بين الاتش تمام وما بين الدي ماكسيمم. هو يعني المسألة اكتر من مره يعني تمام. وعند الفول ثيكنسز المختلفين اللي هو عند المينيمم المسموح بيه وعند الايه اعلى حاجه الماكسيمم. يعني ايه مينيمم؟ يبقى يعني نص زائد 4 بالمية. فبدا يرسم علاقه بقى طلعت بقى عامله كده. تمام دي طبعا لما كانت الريدنس بتاعي كبير شويه اللي هو 0.6 ودي لما الريدنس كان صغير طبعا في معدلات الدرجه الحراره بتاعت اكتر بتساوي 0.54%. تمام طب فلقى ان الماكسيمم دايما درجه الحراره الماكسيمم بتاعتي دايما اكبر من 400 475. دي بالنسبه له هتلاقيها في المساله دي قلها بالتمبريشر اللي هو ممكن المنظومه بتاعتك تستحملها. تمام؟ فلقى ان دايما درجه الحراره بتاعتي ايه؟ اكبر. فاصبح خلاص قال لك خلاص انا لو ضعفت في علاج الهيت جنريشن بالمنظومه دي المنظومه دي هتنهار. هو عايز البوينت ده في الاخر. تمام؟ مفهوم الكلام ده؟ الفنز دي يا جماعه عملوها عشان حاجه واحده بس ان هو يعملوا زياده في معدلات انتقال الحراره بالكونفكشن. تمام؟ ليه؟ لان هم بدأوا يقول لك انا عندي سيرفيس سخن، اي سيرفيس مثلا كومبستر تشامبر. الاريا بتاعتنا اللي هو انها ساخنه دايما. معدل انتقال الحراره على السطح ده. فاخد القانون بتاع منطقه الوسطى قال لك ان الكيو بتساوي ايه؟ الاتش في الاريا في الدي سيرفيس ناقص قيمه للنهايه. لو انا عايز اعمل زياده في معدل انتقال الحراره ده ممكن اعمل ايه؟ ايه هي الاوبشنز يعني الموجوده قدامي؟ زود الاتش زود الاريا ممكن ده ازود الاريا ازودها. ايه تاني؟ زود الاتش مثلا فرصه الاتش ممكن تبقى فرصه. ممكن تبقى فرصه يعني كده فرصه تزود الايه؟ الاتش بس تبقى بطريقه فرصه. طب ايه تاني؟ تزود درجه الحراره اقل درجه الحراره حواليا او ان انا اقلل درجه الحراره. كل الاوبشنز دي موجوده وكل الاوبشنز دي بتتعمل لكن في بعض الفيولات اللي هي بتختلف باختلاف الايه؟ الابلكيشن. يعني مثلا الاتش عشان اقدر ازود الاتش انا عايز دايما ايه؟ ازود سرعه الفلويد او الكولينج فلويد على الاسطح. فدايما انا عايز كلور اقوى، انا عايز بامب اقوى. ولكن في بعض التطبيقات ما اقدرش اعمل فيها ده. مثلا لو انت عندك موتوسيكل هتقدر تحط فيه مثلا بامب والرادييتور والكلام ده؟ هتقدر تحط فيه مروحه؟ مش هقدر. تمام؟ طب فدايما في بعض التصاميم ده بالنسبه لي ما اقدرش احطه، ما اقدرش اعمله. عندي مثلا اتوبيس كبير عامل بامب قد ايه وميه قد ايه جواه عشان تقدر ايه؟ تبرد الكم الكبير ده، ساعات ما اقدرش اعمل ده. طب فدرجه الحراره بتاعت الكولينج ليكويد في بعض الاحيان ما اقدرش اعمل برضه كولينج للليكويد نفسه ان انا يدخل عليه. لو عندي مثلا كوندنسر في الستيم تيربل مثلا هل اقدر اعمل مثلا الميه اللي طالعه من ماستر مثلا جاري زي الترعه ولا نهر اقدر ابرد الميه؟ ابرد ميه قد ايه يعني عشان اعمل يعني زياده في معدل الحراره انتقال الحراره جوه الكوندنسر؟ او مثلا عندي موتوسيكل لو عندي عربيه هل اقدر اعمل تبريد الهواء اللي طالع اللي داخل على رجليته؟ او عندي جنريتور بفضل بقى باور ابتدى ابرد ان شاء الله. في عندي ترم تاني اللي هو اقدر ازود معدلات انتقال الحراره من خلال ازود الايه؟ زياده السطح المعرض للهواء باستخدام ايه؟ الفيلز او الاكستندد سيرفيس. فبداوا يستخدموا اسطح بتكون الكونتكتيفيتي بتاعتها عالية تعمل على سحب الحرارة من الجسم المراد تبريده بالكوندكشن. تمام؟ وتبدأ تديها للفلويد أو للهواء اللي حواليها بالإيه؟ بالكونفكشن. وطبعاً بيبقوا عايزين ماتيريالز هاي كوندكتيفيتي ليه؟ علشان أقدر أحافظ على طول الفنز بتاعتي على درجة حرارة عالية ما يبقاش ما يحصلش إيه؟ ديكا
انكريز جامد قوي في درجه حراره الصقر. لا انا عايز الهيومديتي عاليه، احاول على قد ما اقدر معدل الانخفاض في الحراره يبقى ايه قليل جدا. وعشان كده دايما هتلاقي ان الفينز اللي بتستخدم دايما حوالين اي ماتيريال هتلاقي انها قصيره بشكل كبير. تمام ليه؟ عشان افضل احافظ على الحراره دي ويبقى عندي معدل تقريبا ثابت على طول الايه؟ على طول السطح ده. تمام؟ طب عندي طبعا اشكال كتير من الفينز هنبدا نشتغل عليها. اول نوع عندك او الكلاسيفيكيشن اللي هو بيسموه اللونجوتيبنال. اللي هي عامله كده. تمام؟ ودي بالنسبه لك يقول لك دي لينجوتيودنال. وعندي دي يقول لك مع ريكتانجلر كروس سيكشن. وعندك زيها برضو كده تمام، ولكن الفيز دي برضو يقول لك انها لونجيتيودنال ولكن ترابوزويدال كروس سيكشن. تمام؟ يبقى ده اللي ايه؟ لونجيتيودنال. الحاله الثانيه اللي عندك يقول لك انت عندك فينز انيولر. اللي هي دايما بتكون على ستورد سيرفيس او هولو سيرفيس او هولو فريدنرز او كده. تمام؟ دي طبعا الكروس سيكشن بتاعها هيبقى برضه ريكتانجل. واخر نوع عندك اللي هو المين فيلم. اللي هو دايما هيكون يا اما عامل كده يبقى عندك سطح دايما هيكون فلات بليد بالمنظر ده، وهتلاقي طالع منه ايه؟ بين فيلز كده بالمنظر ده. تمام؟ او هتلاقي ان البين فيلز دي معموله كده. الكروس سيكشن بتاعها هتلاقي عامل ايه؟ كانه زي التبر كده، بيسموه التبر كروس سيكشن. يعني ممكن يقول لك بين فيل وستبر كروس سيكشن. تمام؟ يبقى دول الثلاث او دول الثلاث انواع اللي انت هتشوفهم في المسائل اللي عندك، اكتر من كده مش هتلاقي، طبعا في مليون شكل للفيلز، بس هم دول انت دايما ايه؟ هتتعرضهم. طب فطبعا زي اي حاجه احنا او اي كيس احنا اشتغلنا عليها في الكوندكشن، لو تفتكروا احنا اشتغلنا ايه؟ اشتغلنا في الاول خالص على القصه بتاعت وان دايمنشن وزيت جنريشن والكلام ده، واستنتجنا منه التمبريشر ديستريبيوشن. وبعد ما استنتجنا التمبريشر ديستريبيوشن ازاي نقدر نحسب الايه؟ معدل انتقال الحراره. بعد كده دخلنا على الهيت جنريشن ونفس الكلام، استنتجنا معادلات بتاعت تمبريشر ديستريبيوشن وهكذا، نفس الكلام هنا. ولكن بصفه كبيره احنا بس هنقول القصه بتاعت الاثباتات دي سريعه، وبرده الاثباتات مش موجوده عليه. هتلاقي ان في الاخر خالص هتلاقي ان الفيلز بتاعتنا دي بدات تكون بايه؟ بشكل بسيط جدا، هي عباره عن مقاومه حراريه. وكان مش هينفع اوصيك مره واحده بالمقاومه الحراريه وخلاص غير لما تفهم انواعها الحالات بتاعت الفيلز. تمام؟ طب الفيلز يا جماعه مساله دايما هتكون موجوده عندك في الامتحان. دايما مالتي فيل اكلاشيه كده لازم يكون في الامتحان. فركز عليها كويس وفهم. عمل ايه هنا يا جماعه؟ جنبك للجنب كده اللي بتقول تنفذ مخطوطه على بلان وول.
تمام؟ وانا واخد منها كده مقطع تمام؟ وبدا يطبق عليه الانرجي ايكويشن. وقال لك ان الكيو ان زي ما قلنا ناقص الكيو اوت زائد الكيو جنريشن تساوي الكيو ان ستورج. وبدا يحط كونديشنز للتطبيق اللي هو هيبدا ايه يستنتج منه القانون. اول حاجه وان دايمنشن ستيدي ستيت وزاوت هيت جنريشن بيقول لك ان الفيز بتاعتك دي سين فيت علشان ما يبقاش في اي تغير في الحراره في الاتجاه العمودي في اتجاه الواي. قال لك نجلكت اي راديشن ما بين الفيز وما بين بعضها عشان في طبعا في الحالات الكيس الاصليه هيبقى في راديشن ان انا لو حاجه او يعني عندي جسم سخن جدا والفيز دي قريبه من بعضها ففي الحسابات الرئيسيه الحقيقيه لو اهملت الراديشن تحصل مشكله. لكن انت في الشغل بتاعك هنا انا هعمل ايه؟ نجلكت الهواء بتاعي اسعى، لكن دلوقتي الهواء بالنسبه لي هيبدا يسخن ما بين الطبقات. تمام؟ سادس حاجه هيبدا يقول لك ان انا بعتبر ان الكونفكشن كوفيشن ثابت على طول السطح. كونستنت كونفكشن كوفيشن. ده الاتش يعني. وبدا يطبق يقول لك خلاص انا ما عنديش جنريشن وما عنديش ستورج. يبقى الكيو ان تساوي الكيو اوت وزي ما قلنا الكيو ان هي الكيو اكس تساوي كيو اكس بلس الدي كيو اكس دي اكس دي اكس زائد هنا هيبقى عندي حاجه اسمها الكيو كونفكشن. لان انا عندي في المقطع ده والفلويد كيو ان دخلت على المقطع ده وخرجت جزء منها تاني اللي هو الكيو اكس بلس دي اكس خرج هنا في النص ايه؟ كيو كونفكشن. طب الكيو كونفكشن دي تساوي ايه؟ الكيو كونفكشن هنا هي عباره عن الاتش في الاريا في الدي سيرفيس بلس الدي فلو. تمام؟ الاريا دي اريا سيرفيس. تمام؟ طب هنعوض عن كيو اكس بالتريال لو يبقى نيجاتيف كي في اريا دي تي دي اكس لكن الاريا دي هي اريا ايه؟ اريا فانز كروس سيكشن. تمام؟ دي اكس زائد الاتش الاريا سيرفيس هي عباره عن ايه؟ اريا كروس سيكشن في الايه؟ في الاريا. فهنا الاريا كروس سيكشن في ايه؟ في دي اكس دي سيرفيس خلاص سيب انا ايه؟ الاريا كروس سيكشن هنا دي اللي بيحصل فيها ايه كوندكشن الهيت ماشيه كده ماشيه خلال الاريا دي. تمام؟ لكن الكونفكشن الكونفكشن ده بيحصل على ايه؟ على السطح الخارجي. تمام؟ فاللي هو اريا لا مش اريا مش اريا كروس سيكشن معلش هي البريمتر محيط في الدي اكس محيط معاك القاعده دي في الدي اكس. تمام؟ طب هنعمل ايه؟ الدي اكس هنا هتروح مع الدي اكس. تمام؟ عمل فرض قال لك ان الدي سيرفيس اي في اي حته مش درجه الحراره ولا درجه حراره الفلويد اداله حاجه اسمها اكسيستنت بريتشر وسماها سيتا. فالسيتا دي اسمها ايه؟ اكسيستنت بريتشر. الفرق ما بين درجه حراره السطح عند اي نقطه بينها وبين الهواء. فلو قلنا ده دي ناقص دي من النهايه وقلنا ان دي سيتا دي اكس عملنا يعني تجامل ليها فبنساوي دي تي دي اكس وتجامل تاني يبقى دي سكوير سيتا دي اكس سكوير بتساوي ايه؟ دي سكوير تي دي اكس سكوير. تمام؟ فنبدا نعمل هنا نغير شكل المعادله نودي ده الناحيه الثانيه ونقول ان دي سيتا دي سكوير دي اكس سكوير
الاتش في البي على الكي في الاريا كروس سكشن على الاريا كروس سكشن مضروبه في السي. تمام؟ مفهوم الكلام ده؟ طب قول قول وقف عايز كده. ده ده انت هنا عملت ايه؟ جبت كيو اكس وعطيت ماينس كيف الاريا في دي دي اكس. ما في اكس هي دي دي اكس. انا هنا هشيل دي وعطي ماينس كي اريا دي 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 اكس. فدي ودي اكس تحت الايه؟ الدريفت بقت اسمه ايه؟ مساحه معلش. تمام؟ مساحه. ليه؟ مساحه جت ازاي؟ الاريا كروس سكشن. ده الكونداكشن اهو. الكونداكشن ماشي فين؟ ما معناش كده. تمام. فالاريا كروس سكشن دي. تمام. تمام؟ لكن انا هنا لما حصل لي كونفكشن حصل على ايه؟ حصل على ده يا جماعه. على هنا وهنا وهنا المساحه بتاعت الايه؟ الجزء اللي هو اللي هو الدي اكس اللي هو ايه وقته ده؟ ماشي. على سطح الاريا اللي هي بتقول بتساوي ايه؟ المحيط في الدي اكس الصغير اللي هو ايه وقته؟ تمام. المقطع. فده دي اللي هو البريمتر يعني في الدي اكس. ماشي. تمام؟ في منتهى البساطه. خدت الناحيه الثانيه في النيجتيف راح وقسمت على الكي في الاريا كروس سكشن على الاتش في البي. تمام؟ بدا السيتا. ايه؟ السيتا يا جماعه هو شايف دي ما دي سيتا دي وقال لك تعالى عمل لك حاجه اسمها اكزيستنج بريدج يعني الفرق ما بين درجه حراره سطح الفيلم عند اي نقطه والهواء. ادى لك حاجه اسمها دي سيتا اكزيستنج بريدج فرق بين السطح وبين الهواء. البيتا بريمتر المحيط بتاع السطح اللي فات بتاع بس دلوقتي انت المحيط اللي احنا لما كنا بنقول مثلا ايه سلندر كنا بنقول المساحه عباره عن ايه؟ عباره عن محيط القاعده ده بالاتفاق في الايه؟ فده المحيط ده بريمتر اللي هو باي 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 دي. تمام؟ نفس الكلام. طب هنا المحيط هيبقى ايه؟ 2 ويتس زائد السيكنس ده. تمام؟ طب هنا شال هو البارامتر ده وحط كونستانت هو سماه ام سكوير كونستانت. دي عشان الكونستانت عندي مفيش هنا حاجه يا جماعه متغيره. الاتش بالنسبه لك يكون ثابت البريمتر بتاع الفيت ثابت الاريا كروس سكشن والكونتكتيف فده بالنسبه لك هو سماه ام سكوير في سيتي. دخل هو كامل القصه دي. طبعا احنا هنا في هنا ده تمبريتشر بيتغير مع الاكس وما اقدرش اعمل تكامل عالي. تكامل؟ تمام؟ فهتلاقي ان هو في الاخر قال لك السيتا اوف اكس تمام؟ بتساوي ايه؟ بتساوي سي 1 في اي اس ام اكس زائد سي 2 في اي اس نيجاتيف ام في اكس. مش شرط خالص نعرف تكامل القصه دي، هو الحكايه كلها يعني ان هو واخد السيتا الناحيه الثانيه وبدا يكامل يعني. تمام؟ بس مش شرط نعرف الام اللي هي اتش بي جاز اتش بي على كيف الام اللي هي ايه؟ اللي كونستنت كونستنت يا جماعه هو اخذ كده يا جماعه قال ان الام بتاعتك تساوي جاز اتش بي على كيف اريا كروس سكشن. هو كده كونستنت عنده هتلاقي في الجداول كده. تمام؟ يبقى ده كده بالنسبه لي القانون العام للايه؟ للتمبريشر ديستريبيوشن جوه الفينس. الكلام ده مفهوم؟ عشان نبدا نعمل ايه دلوقتي؟ نحل بقى. ها؟ نحل. هتحل نعمل ايه؟ ايه؟ ده القانون بتاع التمبريشر ديستريبيوشن العام. تمام؟ هتبقى عايزين نعمل ايه دلوقتي؟ عايزين نعرف السي 1 والسي 2 للحالات المختلفه للايه؟ للفيلز. اندر كونديشن. كنت بعمل ايه؟ اندر كونديشن. ليه؟ المحيط المحيط. المحيط يا جماعه المحيط الكروس سكشن ده اللي هو ويتس زائد دي في 2 ده لو فين كده ولو انا دايره 2 باي ار. هو دي مستطيل قصتنا دلوقتي في انك تقدر تحسب سي 1 وسي 2 وتقدر تطلع معادله للتمبريشر ديستريبيوشن. تمام؟ عندك اربع انواع اساسيه هي دي اللي هتجي لك في الامتحان ده بقى للفيلز. اول نوع عندك نوع اسمه فاينايت فيلم. يعني ايه فاينايت فيلم؟ يعني الفيلم ليها طول محدد طول صغير. تمام؟ ودي يسموها الرير فيلز
لان الريال فيلز بيحصل عليها معدلات انتقال حراره. ركز ركز ركز، لو ما عرفتش تحدد نوع الفيلز مثلا روح اضيع المساله، هتحل مساله ثانيه. طب الريال اللي بيحصل فيها ايه؟ بيحصل فيها معدل انتقال حراري من كل الاتجاهات حتى الدب، دي بيسموها الدب اوفيلز، ودي بيسموها البيز اوفيلز. تمام؟ ففي الريال عندي معدل انتقال حراره في كل الاتجاهات. طب يقول لك عندك نوع ثاني، بيقول لك عندك فين ويز انسوليتد تيب، يعني التيب بتاعتي دي بفترض في الحسابات بتاعتي انها معزوله. يعني ايه بفترض انها معزوله؟ خلاص كان انا ما عنديش بعمل نجلكت يعني من ايه؟ الهيت اللي موجود هنا، لان انا اصلا معتبر في الاول ان انا عندي الفيلز دي ايه؟ سن فيلز. وده اللي بيحصل في الحسابات يعني فعليا، ان احنا بنعتبر ان احنا هي انفينيت فيلم يعني فيلم صغيره، ولكن بعمل ايه؟ اهمال القيمه بتاعت الهيت اللي هنا. تمام؟ عندك فيلز ثانيه ممكن تكون ما بين جسمين، مش زي هنا معرضه للهواء فعلا اللي بيحصل كولينج. تمام؟ لا انا هنا فعليا ببقى عامل هنا درجه حراره بتاعت البيز بتاعت الجسم المرد اللي هو الكولينج ليه، والناحيه الثانيه بيبقى فيه جسم ثاني ممكن يكون درجه حرارته ايه؟ اقل من درجه الحراره دي، بيعمل برضو اجبار للهيت بتاعت الجسم في الاتجاه ده، بيعمل زي اكستراكشن كده بيبقى اسرع وافضل. تمام؟ لذلك فانا عندي هنا درجه حراره ايه؟ عند الاكس بتساوي ايه؟ محدده. فعشان كده بيقول لك ريسكرايب تمبريتشر. ده لو اداك في المساله نوع زي ده. اخر حاجه عندك بيقول لك الانفينيت فيلم. الانفينيت فيلم دي يعني فيلمز طويله جدا لدرجه اللي حصل في التمبريتشر ديستريبيوشن جوه الفيلم ان درجه الحراره عند الفيلم بقت بتساوي درجه حراره الايه؟ الهواء الفلويد. طبعا هنا ما بيحصلش كده في كل الحالات دي، درجه الحراره بتاعتك بتكون اكبر من الايه؟ الفلويد، الا في الحاله الايه؟ الاخيره دي. وطبعا في الواقع عمرنا ما بنعمل ايه؟ ما بنعمل ده. تمام؟ طبعا عايزين نعمل باوند كونديشنز بمنتهى البساطه، هنشوف ان عند اكس بتساوي صفر درجه الحراره بتاعتك هتساوي ايه؟ ماشي، هو هيحصل هنا كونفكشن برضه عشان درجه حراره السطح ده يكون اكبر من درجه حراره الهواء، فيحصل كونفكشن ويحصل ايه؟ كوندكشن. هو في كل الحوادث في الاحوال ان اصلا بعمل ايه؟ بسحب الحراره كوندكشن. تمام؟ بس هنا بيحصل ايه؟ هنا في جزء من الحراره مش كله راح للكونفكشن، في جزء انا راح لايه؟ كوندكشن للسطح الثاني للجسم الثاني. طب هنا عند اكس بتساوي صفر درجه حراره بتساوي تي بيز، يعني الثيتا بتاعتي بتساوي ثيتا بيز، يعني بتساوي درجه حراره البيز دي ناقص درجه حراره الايه؟ الفلويد. تمام؟ وعندي اكس بتساوي ال ان، هتروح تقول له ان درجه الحراره بتاعتي، لا بتقول له ان الكيو بتساوي ماينس كي اكس بي تي دي اكس. تمام؟ مش هنخش احنا في الايه؟ في الحاجات كتير بتاعتها خالص. هنقول من الاخر كده، من الاخر ان الريليشن بتاعتها كثيتا على ثيتا بتساوي كام؟ هتلاقي عندك في الكتاب يا جماعه اكس بتساوي اهو، عند اكس بتساوي ايه؟ بتساوي هنا الكونفكشن، بتساوي اتش في اريا في الدي سيرفيس بلس تي مان اريا، اللي هي درجه الحراره عند ايه يعني؟ تمام؟ ركز دي صفحة 13 أو في الكتاب بتاعكم مثل هذا ده. ده في صفحة 13 موجودة عندكم، في جدول في صفحة 13 هتلاقي إن هو بيقول لك إن السيتا بالنسبة للسيتا بيز بتساوي بقى مركز
مهندس بس مهندس لو جه وقال لك انا عايز درجه الحراره عند اي نقطه في الفيلم هتعمل ايه؟ ادي المعادله بتاعتك ايه؟ هي سيتا على سيتا بي. السيتا على سيتا بي دي يعني انت هنا عندك تي ناقص التي بتاعت الفلوي على التي بيز ناقص التي بتاعت الفلوي. تمام؟ هتعوض هنا كل حاجه هتكون موجوده عندك. الاتش هو الطول بتاع الفيلم. تمام؟ الام احنا لسه قايلين هي جذر البي في الاتش على البي في الاريا كروس سكشن. ركز. تمام؟ والاتش اللي هو الكونفكشن كل حاجه موجوده عندك. حتى قانون الام ده هتلاقيه ان هو مكتوب تحت في الجدول من تحت. كل الكونستنس الموجوده عندك هتلاقيها موجوده. تمام؟ يبقى لو قال لك عايز درجه الحراره عند اي نقطه لازم اول حاجه انت بتعمل ايه؟ تحدد نوع الفيلم عشان ما تتلخبطش. انا خلاص عرفت ان الفيلم بتاعي دي في الفاينايت خلاص اخش احسب الايه؟ اجيب القانون بتاعه. طب انا عندي هنا باوند كونديشنز عند اكس بتساوي صفر نفس الكلام درجه الحراره هتساوي تي بيز يعني سيتا بيز واللي عند الاكس بتساوي ايه؟ هتلاقي ان البارشال تي بارشال اكس بتساوي زيرو يعني نيجاتيف يعني ماينس كي في الاريا في التي دي دي اكس بتساوي ايه؟ بتساوي صفر. هتعوض برضه زي ما كنا بنعوض وهتلاقي ان السيتا سيتا بي هتساوي كوساين ام في ال ناقص الاكس كوساين ام في ال. بلاش 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 دوشه بلاش دوشه احنا بنمشي الدنيا لينا بسرعه عشان كده كده الناس بتمشي عليه بس لازم كنت تفهم احنا بنجيب القصه دي منين يعني ان انا ده هيفهمني. طب اخر حاجه عندك هنا نفس الكلام عند سي بتساوي عند سي عند اكس بتساوي زيرو تلاقي ان سيتا بتساوي سيتا بيتا سيتا بيتا. يا باشمهندس ركز 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 كل الكورس موجوده هتلاقيها موجوده في الجدول برضه. طب انا عندي هنا بقول له ان ده ان عند اكس بيساوي صفر نفس الكلام لكن عند اكس بتساوي ايه؟ هتقول له السيتا بيتا دي بتساوي صفر. ليه؟ لان درجه الحراره بتاعت التبت بتساوي تي ما لا نهايه ناقص تي ما لا نهايه. ركز هتعوض هتطلع ان السيتا على السيتا بيتا بتساوي ايه؟ اس نيجاتيف ام في اكس. كده انت تقدر تحسب درجات الحراره على اي نوع من انواع التبت تاني. ركز الدكتور بتاع السلام ده عنده مختلف ما انت بتشوف باي مكان ملاذ واي مكان بتبص عليه الفكره هيختلف ممكن يجيب لك مساله على كده. طب هو مطلوب معاه في الاي ليفر وعند وان هات التي اكس عند اكس بتساوي كذا اعرف درجه الحراره عند التلت هي درجه حراره كام. طبعا الناس هتبدا ايه عارفه ابتدى المسائل بتاعت الفيلز كلها هتلاقيه بيعمل يعني اللي هي المقاومه الحراريه وخلاص وحل حل حل وطبعا ده كله هيتمسك ممكن مطلوب احسب درجه الحراره عند نقطه معينه اللي انت قلت في دماغك. تمام؟ طب اخر حاجه خالص بقى عندك برضه في الكتاب هنا قوانين تقدر تحسب بيها الكيو الهيت اللي طالعه من الفيلم عند كل حاله من الحالات دي. تمام؟ يعني يقدر يقول لك مثلا في حاله الفاينايت فيلم احسب لي الكيو ممكن تخش بمنتهى البساطة تحسب تقول له إن الكيو بتاعتك بتساوي الإم في ساينش تمام؟ وهتلاقي برضه الكلام ده في كل الايه؟ في كل الحالات، تقدر تحسب برضه الكيو مباشر حتى لو انت مش عملتهاش في ايه؟ في حاله سيرفر سيركت وكده، ولكن طبعا المساله بتبقى مجبرات انك تشتغل عليه على اللي احنا هنقوله بعد كده. الكلام ده اهم حاجه مفهوم؟ السيتا الاربع ايه؟ السيتا على السيتا السيتا ايه؟ السيتا درجه الحراره عند اي نقطه تمام؟ فرق بينها وبين درجه الحراره يعني السيتا دي هي الدي اوف اكس يا جماعه ناقص الدي بلا نهايه. لما اقول لك ان انت عندك دي بيش يعني دي دي بقت عندك دي بتاعت البيز اللي هنا دي درجه حراره السطح ده.
بعد الصف من غير ما اطرح منه حاجه. السيتا اللي فوق هي بطرح منها. لا السيتا دي هتطرح منها برضه في مكان تاني. ما خلاص السيتا هو حاجه اكسس يعني الفرق ما بين درجه حراره الصف وما بين درجه حراره الفلويد اللي هي اللي هي مسببه يعني في الكونفكشن. تمام؟ لما بقول لك في الاخر هنا السيتا ايه؟ يعني ايه؟ او هنا السيتا ايه؟ الفرق بين ال و السطح ده. تمام؟ مفهوم الكلام ده؟ ثانيه يا باشمهندس. مش حاطط فنش خلاص يا كله كده الفيديو ده كل الشغل بتاع الترانسفير بتاع الشغل تحس ان هو تعويض مباشر بس بقى انت عارف القانون الصح اللي انت بتعرفه تطلعه من الكتاب وتعوض فيه هو قانون معفن هتعوض فيه ادي اقسم بالله والله ما خدتش بالي انا كنت خدت بالي كنت هقول الفيديو ده دلوقتي بقى ده اللي انت هتبدا تتعامل فيه تمام اللي انت هتشتغل فيه فعلا في الهندسات ان انا اقدر احول الفينز دي او الاري اوف فينز لمقاومه حراريه يعني دلوقتي انا لو عندك اي شكل ما عندك مثلا حاجه كده وفيها اي مليون فينز بصوا يا جماعه كل مسائل الفينز دي تبقى موجوده في دماغك لان الفينز دي بالنسبه لك ولا هي صعبه ولا هي حاجه هنتحول من مقاومه على ليه سيرفر ريزيستنس بس ده ديبند على ايه؟ حاجه اسمها الفين افشنسي يعني ايه الفين افشنسي؟ كفاءه الفن في نفسها يعني تقدر تنقل قد ايه؟ بين التي بيز والتي انفاينايت ايوه لا طبعا التي لها هي فرق ما بين ايه وبين ايه؟ ان شاء الله الكيو بتاع الفن نفسها اللي هنا الكيو بقول لك كفاءة انا عندي كفاءة شكل الكفاءة يعني شيء كيو الفن على كيو غير الفن لا يعني لو جبت جهاز من غير فن وجهاز بفن وشوف كفاءة الجهاز ده بالفن بتبقى كام مقارنة من غير فن لا دي اسمها الافكتيفنس الفعالية بتاعت الايه الفنز يعني انا لما استخدمه بالفنز هيبقى يطلع هيت قد ايه طب ما يجيب فين قد ايه اسمها الفعالية الافكتيفنس كده يا باشمهندس اللي هي كيو الفا على كيو ار فين دي الافكتيفنس طب الافيشنسي كيو انا حققتها على الكيو الاصلي على كيو ماكسيمم على اعلى معدل انتقال حراري ممكن اقدر اخده من الفيلز برضه اعتبرها كيو كونفكشن على الكيو بتاعت الفلويد ليه؟ اعتبرها كيو كونفكشن على الكيو بتاعت الفلويد ليه؟ اعتبرها كيو كونفكشن على الكيو بتاعت الفلويد ليه؟ ما الاكشوال دي اصلا ما هي كونفكشن هي فعلا بس الماكسيموم دي امتى تحصل؟ لو بيوصل 100% انا بحسب مين واجيب من الثانيه بالافشنسي ماشي بس يعني هي صح بس لازم تكون درجه حراره الصرف طول يعني ما تبقاش كده يعني لازم تكون درجه حراره الفلز كلها هي درجه حراره الفلز كلها تساوي التي بيز خلاص تي تبقى نفس التي بيز بقى في جسمك على حاجه لا لا مش هتحس لو قلت لك ممكن يحصل احنا مش فاهمني طب ركز في الفيشنسي ليه في افشنسي اصلا ليه افشنسي في الحقيقه هل بيحصل درجه حراره السطح ده كلها فيها دي بيز استحاله ما كانش هيحصل اصلا كونفكشن يعني انا بقول لك ان كل نقطه هنا تساوي تي بيز اللي هيسحب الحراره جوه من السطح السفلي ولا اي حاجه فدي بالنسبه لنا اللي هي الايه الايديال يعني ان انا لو فعليا الفيلز دي كده بالهيكل بتاع درجه حرارته كلها دي بيز ده اعلى معدل حراري ممكن تعمله ايه الفيلز
فالبريو ماكس ده لو افترض ان هو اصلا مفيش كوندكشن هنفترض كده يعني دي حاله ايديا انا بنسى دي تمام بدي بديت كيو اكس كيو ماكس مش يعني بنقول ان الحراره اللي هي تجي لها بالكونفكشن هي نفس الحراره اللي هتجي لها بالكونفكشن بالظبط ليه لان احنا ما عندناش ستورج ما عندناش دي جاب لازم في ستورج وكده يبقى كفايه مشكله ركز طب دي الكيتا كيو او دي ايه ليه ريكشن الاكشن دي اه هي الكيو فين ده كيو فين كيو طالع من فين الاكشن فالكيتا هنا بتبدا تقول لك تساوي ايه دي الكيو اكشن دي الكيو طالعه من فين تمام لو انت في حاله بتاعت السنجل فيت والكيو ماكسيم هي عباره عن ايه اتش الاتش بتاعت الفلويد اللي بره في الاريا بتاعت الفين الواحده في السيتا بي اللي هي عباره عن تي بيز ناقص الايه تي بي تي فلويد انا هنا بعمل ايه خلاص درجه حراره بس ده غير سهل درجه حراره السطح هي تي بيز تمام يبقى الكيو فين تساوي ايه الايتا فين في الاتش في الاريا فين في تي بيز ناقص تي بلا نهايه تلاقي الكيو بتاعتك بقت برضه هي القصه بتاعت دلتا بي دلتا تي على واحد ايتا فين في اتش في اريا فين فلو انت عندك حاله زي دي كده بس سنجل فين وقالك ان هنا درجه حراره الفلويد مثلا 100 ودرجه حراره الفلويد اللي بيعمل كولينج 20 وهنا قلنا عايزين نعمل الثيرمال سيركت بتاعتها هتلاقي انت بتقول هنا عندي هنا كونفكشن بعد كده عندي كوندكشن في الماتيريال دي في الجزء ده بس دي ار كوندكشن في الوول بعد كده هتلاقي نفسك بتخبط في فين في الفينز في مجموعه الفينز فالفينز دي لو هي حتى واحده خلاص هي ار فين بتساوي ايه؟ بتساوي واحد على ايتا بتاعت الفين لو انت عندك واحده بس في الاريا فين بس كده في الاتش تمام؟ يبقى اللي احنا قلناه المره اللي فاتت ده في الحاله اللي لو مثلا ايه في مساله كده ادالك مثلا ادالك فينز كده مقتطعه من ملوش اي علاقه باي حاجه بيقول لك احسب الكيو احسب لي درجه الحراره لكن انت لو هي جوه منظومه وقال لك بقى في هنا في ميه وميه درجه حرارتها وكده بتاع هتبدا تعمل ايه؟ ثيرمال سيركت وبالنسبه لك الفيلم هي من فوق. ايه؟ هنقول دلوقتي اهو الفرق بينها وبين بقى الايه؟ المالتي فيلم. كلها وهتشوف هنشوف دلوقتي هنشرح كل البارامتر هنجيبه ازاي. باشمهندس هو الار ثينز كده هو ضم فيها الكوندكشن والكونفكشن عملهم على سيركت على واحده هيبقى الاثنين ده هيبقى هي اصلا كونفكشن يعني اصلا كونفكشن الحراره اللي طالعه من هنا دي انا خلاص بحولها كانها كونفكشن لا بس انا لو كسيركت مثلا برسمها للثيرمال ما هو بيحصل جوه الفنز بس انا بحصل كوندكشن كوندكشن هو كوندكشن بس الكوندكشن ده بالنسبه لي راح فين؟ كونفكشن هو كونفكشن راح فين؟ كل الكيو اللي انا طالعها دي بقول لك ان انا ستيل ستيل يعني كل الحراره اللي طالعه دي ما فيش منها ستورج ما حصلش فيها اي مثلا انفجار ولا حاجه فالحراره كلها راحت فين؟ للفلو تمام طب معلش انا بقول لك دلوقتي الكيو بتاع الماكسيمم اللي هو القانون بتاع الكونفكشن عادي اتش في اريا في دي بس الاريا دي بتاعت الفيلم الاريا كلها الاريا دي يا جماعه هي كل الاريا بتاعت الفيلم بس هنقول لكل كيس الحاله بتاعتها ايه يعني دي بعدها وده والناحيه الثانيه وهكذا هنقول ازاي هنحسبها الاريا فين تمام والدلتا دي فكل عباده الرقم ده في الايه؟ في الكفاءه فدي كيو فين الاكشن اللي انا ايه؟ بحسبها كنت واخد الناحيه الثانيه تحت وقلت ان هي دي المقاومه الحراريه بتاعتي. طب في المالتي فين هو هو القانون في المالتي فين؟ هتقول ان الايتا توتال دي بتساوي الكيو اكشن وهنا الكيو ماكسيموم اللي هي ساعتها هتساوي خلي بالك بقى الكيو ماكسيموم هنا او الكيو اكشن هي ان كيو فين يعني عدد الفينز بتاعها في الكيو اللي طالعه من الفين زائد الكيو ان فين الكيو ان فين اللي هي ايه؟ اللي هي طالعه من المساحات البينيه اللي ما بينهم تمام؟ يبقى دي معنى الكيو اكشن او الكيو توتال اللي طالعه من الاري اوف فينز على الكيو اكشن هنا نفس الكلام هيحصل هيبقى بس القصه كلها ان انت عندك اتش في اريا توتال
في نفس الكلام دي بي اس بس دي ما لا نهايه. والايتا دي بيسموها ايتا اوفر اول تمام. فتلاقي ان برضو عشان اقدر احسب كيو توتال طالعه هتلاقيني بقول لك ان الكيو توتال اللي انت بتحسبها هي عباره عن الدي بيز ناقص الدي ما لا نهايه على واحد على الايتا اوفر اول في اتش في الاريا توتال. حط بقى قوم ده في دماغك خلاص انت هتستخدمه. مش موجود في الجامعه بس الافشنسي بتاع كل واحد هتلاقي القوانين موجوده كده مش شايف تعالى كده عشان ماشي ماشي كده. لا يا جماعه كتبها واقفه هي 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 على هي ماكسيمو هي 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 تقوم ده طب الكفاءه في المنظومه الكليه هتشوف احنا ازاي بنحسبها الكفاءه دي الفرنس الواحد تمام. ويمكن انا بس بقول ايه بيكون هنا بس انت في الطبيعي هتشتغل دايما على الريج مش هتشتغل على الكفاءه لان هو قلنا كهربائيه ركز لا ركز ده اهم ده اهم جزء ده اللي انت بتحل بيه بقى في المسائل خلاص. احنا اتفقنا ان اي منظومه فين انا هبدا اطبق القوانين دول دلتا تي على واحد على ايه اتش في اريا اتش في ايتا الكفاءه الكفاءه يعني اتش في اريا فين او ايتا اوفر اول في اتش في اريا توتال. مشكله المسائل بتاعه الفين في انك تقدر تحسب الاربع معاملات دول او الايه اريا فين كام اقدر احسبها صح ازاي. لان دلوقتي الاريا بالنسبه لنا ما بقاش بس الاسطح الخارجيه دي بقى معانا الاسطح الخارجيه ومعانا جزء منه التب. وبرده هتلاقي ان مش في كل المسائل لازم تكون بالمنظر ده لان انت عندك ايه انواع مختلفه من الفينس زي ما احنا ايه قلنا. يبقى ازاي تقدر تحسب الاريا فين في كل حاله من اربع حالات بتوع الفين الاريا توتال بتاعتك ازاي تقدر تحسبها تقول ان ايه في الاريا فين تحسب الاريا ان فين بتاعتك في المساحات البينيه تمام. الايتا اوفر اول ازاي احسبها اللي هي ديبند على ايتا اف. ازاي برضه اقدر احسب كفاءه الفين الواحده تبع لايه لنوع الفين. واخر حاجه دي بيتا اللي هي اريا فين على اريا توتال تمام. طب تعالوا نبدا الاول في الكتاب عندك ازاي تقدر تحسب الاريا فين والايتا فين. معاك كتب افتح كده الكتاب عندك في الصفحه بتاعه 15. في صفحه 15 هتلاقي اربع قوانين ورا بعض تمام. هتلاقي ان هو جايب لك كيس A و B و C و D وكاتب لك قانون للايتا اف. هتلاقي ان مثلا في اول حاله في الكيس 1 في الكيس A بيقول لك ان الايتا اف دي فيها قانون واحد على الام في الاتش في ساين ام ال ماشي خلاص بقى بس قولك انت عارف يعني القانون اللي قدام
المفروض يديني الام ال هيديك بيقولك خد وتكمل بيقولك شوف بيصرف معاك كده هي دي تمام ازاي تقدر تحسب كده اف خلاص انا ببدا اشوف القانون بتاعي اقدر احسب منه كفايه الايه الاريا اف البي ده اف بصفه عامه دايما في المسائل اللي عندك واللي دايما فيها متداوله هتبقى شغلك دايما على الاريا اللي هو الكيس ايه اللي هي الفاينايت اللي هي الريال تمام طب عاده ما بيحبش يستخدم القانون ده لو تقلب عندك صفحه 16 اهم حاجه في على فكره انك عارف انت بتقعد فين بص هتلاقي في صفحه 16 جداول والشارتس تقدر تحسب منها الاريا فين وتقدر تحسب منها الايتا فين ولكن في الكيس اي بس اي كيس ثانيه موجوده عندك هتبدا تعوض في القوانين الموجوده في صفحه 15 في البي والسي والدي تمام بالظبط بس ما انتش عارف ثاني تاني في صفحة 15 دي هتبدا الايتا فين بتاعت كل الكيس تمام لما تقلب هتلاقي ان انت عندك قوانين افضل اسهل شويه بدل ما تعوض في القانون ممكن تجيب الايتا فين دي من الشرط اللي موجود في صفحه 17 هنعمل هنشرحها تمام خد اللي موجود حل اللي موجود خير كتير هو القوانين دي يا جماعه قوانين جنرال لاي شكل من اشكال الفيلز تمام لكن هو بدا يعمل لك ايه سمبليفيكيشن شويه في الحاله الاولانيه دي بس بحيث تقدر تعرف الايتا فين والاريا فين لكل نوع هو مدهول لو احنا فتحنا في صفحه 16 بيج 16 دي هتلاقي ان هو بيدي لك اول شكل عندك فيه اللونجيتيودينال هتلاقي جنبيه بيدي لك ايه كل المعلومات عنه ازاي تقدر تحسب الاريا فين هتلاقي بيدي لك البريمتر في الايه كوركتس هتلاقي بيقول لك ان البيتا دي بتساوي 2 في الويز و2 في ال هتلاقي بيدي لك حاجه اسمها ال سي ال زائد السكس على 2 وحتى حاجه اسمها ال بي تمام ويديك ده الشكل اللي هو بيقول لك ده هو كده محدد لك شكل الفيلم اللي هي لونجيتيودنال مع يونيفورم كروس سيكشن بيقول لك ان الايتا اف تقدر تحسبها من داش ام في ال سي على ام في ال سي او شوف تحتيه بيقول لك ايه اول يوز فيجر 3-1 شوفوا القانون ده اتبسط ازاي بالنسبه للقانون ده شوف ركز انا بقول لك الكلام ده ليه؟ جامد ال سي عايز بقى كوركتنس ريتس دي ليه؟ عشان لما يجي يحسب الاريا فين ياخد في اعتباراته التب ده لو قلت اريا فين وحسبتها مع نفسك بريمتر في ال عاديه مش هتاخد معاك الهيت الايه؟ الاثنين في التب لكن لو انت عوضت بالقانون بتاع الاريا كوركتنس ده مع بريمتر ضربته في بريمتر هتلاقي ان طلعت معاك الايه؟ الاريا تب معاك في الايه؟ في الحسابات. تمام. يبقى تاني عشان الناس ما تتوهش. الصفحتين دول علشان الكيس ايه بس؟ ليه؟ علشان يقدر يحسبت لك الكيس او شكل الفينز اللي انت بتستخدمه ويعمل لك تبسيط للقانون اللي انت بتحسب منه. تمام. ايه ده اف بص القانون بقى عامل ازاي؟ بص ازاي؟ لو انت استخدمت ده هيطلع صح؟ هيطلع صح. بس ده ايه؟ قانون طويل كبير. تمام؟ طب لو اي نوع تاني بقى لونجيتيودنال مثلا يقول لك الترابيزوي ده هخش جنبه هتلاقيه بيقول لك ايه كل الفاكتورز بتاعته وجنبه بيقول لك ايه يوز فيجر 3-1 تمام؟ هنا ما ادالكش قانون قال لك خلاص روح على طول على ايه؟ على الفيجر طب الفيجر ده بيقول ايه؟ فين فيجر؟ معلش هو ال سي دي كانت بعبر ان انا اقدر احسب الاريا فين ومعاها الاريا كروس لا على جنبك ده في تو فيجرز وان فيجر لو انت حددت ال لو انت حسبت بريمتر بس كده زي ده ضربت في ال مش هتاخد معاك ال تحسبتك ده انت لازم تاخد بس الايه؟ المساحه الجانبيه ما لكش دعوه بمساحه الدب لكن لما اقول لك ال سي ال زي السكس على 2 انت خدت ال معاك وهتلاقي الدايمنشن دي كلها موجوده على الرسومات تمام؟ طب الفيجر اللي هو دايما بيقول لك ايه؟ قانون او استخدم فيجر هتلاقي ان هو ريليشن ما بين تو كيرفز معلش اللي مش فاهم حاجه يقول لي عيد تاني
ان هي برضه هي ديبند يعني حتى لما بستخدم ملتي فين هتلاقي هي ديبند عليها فين برضه تمام. طب في الكيس ايه هتلاقي ان في بعض الحاجات اللي موجوده في صفحه 16 بيقول لك يوز فيجر كذا. فيجر كذا ده بيقول لك ايه؟ بيقول لك علاقه ما بين الايتا فين اللي انت عايز تحسبها وما بين كونستنت انت بتحسبه. بيقول لك الكونستنت ده هتلاقيه موجود على الشارت ال سي 3 على 2 في اتش على كي في اريا بي تمام. الكل نص نص. هتلاقي مثلا لو انت الحاله بتاعتك لونجيتودينال فين خلي بالك دوك هتلاقي ان هو على الشارت مديك نوع او شكل الفين والكيرف بتاعه. وهتلاقي ان جنب كل شكل مديك ايه القانون بتاع ال سي مديك القانون بتاع ال اي بي. هتحسب انت القيمه دي تطلع تقطعها مع الكيرف تمام وتحسب الايه الايتا اف. كان ده مفهوم يا جماعه؟ مش فاهم اي حاجه. ايه؟ مش فاهم اي حاجه. ممكن يجيب لي ايه بس؟ لا ايه بس؟ لا ايه بس؟ فين ال سي؟ بص يا جماعه بص اي شكل من الشكل يعني؟ هتلاقي في اكتر من شكل عندك. اكتر من شكل يا جماعه. بص 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 مش فاهم اي حاجه حرفيا والله ما فاهم اي حاجه في الجدول ده. على فكره صعب ركز ركز يا جماعه ركزوا. بنروح نقطه ثانيه نظام ثاني. انا قلت ايه؟ احنا عايزين نحسب الايتا فين والاريا فين صح؟ ماشي. واحنا عندنا اربع حالات من انواع حرارات الفين. قلت لك اي حاله من الحالات دي اقدر احسبها من القوانين اللي انا كنت كاتبها ايه؟ اللي هي القوانين اللي موجوده في حاله القانون بتاع الصفحه 15. عندك اربع قانون اربع قوانين للايتا فين بس. ماشي. بمنتهى البساطه اهو قلت لك عشان اعمل سيمبليفيكيشن للحاله ايه بس اللي هي الفاينايت فين اقدر استخدم الصفحتين اللي بعديها تمام. هنا هتلاقي ان شكل الفين هو مديهولك وجنبه يعني ايه دومي يا اما يديك قانون الايتا فين مباشر تعوض فيه يا اما يقول لك يوز فيجر كذا فتأدى القانون هو ايتا فين او يقول لك يوز فيجر مثلا 3 1 هتخش على فيجر 3 1 تحسب منه او تحسب منه من القانون تمام. طب هتلاقي الانيولر مثلا لما جه مثلا السيركلر فين ايه ثالث واحد ما كاتب كاتب لك جنبه ايه يوز فيجر 3 2 يوز فيجر 3 2 هتخش على فيجر 3 2 بمنتهى البساطه هتحسب ده ده بالنسبه لك ايه كونستنت رقم بتحسبه ماشي. طب العوامل اللي موجوده فيه هتحسبها منين؟ هتلاقي قوانين موجوده على الشارت قوانين على الشارت ما تصححهاش نفسك تمام. يبقى دي شويه عوامل انت بتحسبها بقطع مع الكيرف واحسب قيمه الايه الايتا فين. والله الموضوع مهندس معلش هو هنا في بيانات ليه هنا في بيانات بيانات اللي هنا انا ممكن اعوض بيها واجيب قيمه هنا وبطلع اخبط الكيرف وبعد كده اخد شمال هي هي بس الافضل خليك ماشي مع الكيرف انت هتعوض فيه مش فاهم الكيرف نفسه. هو الكيرف مالكش دعوه تكتشف الكيرف مرسوم ازاي انت كل الحكايه بالقطع مع الكيرف وتجيب قيمه مش هو اي كيرف اي كيرف هو كل كيرف ليه نوع فين يعني مثلا انت لو شغال له كمبيوتر هو راسم لك نازل فين اهي الفينز بتاعتك لو كانت عامله كده هتستخدم الكيرف بتاع اللي هو مش هقول لك عليه ما هي هي شايف الاكس اكسس شوف القانون اللي على الاكس اكسس اللي تحت هو بي بالجيفز اللي من هناك هيديك رقم ده وهنا الاكس اكسس تاني ده يعني تمام. الكلام ده يا جماعه لازم تكون في دماغك كويس جدا
بس هي الفكره هياخد انهي خط من الحاجات دي على حسب نوع البتاع بس شكل البتاع ودي قدرات اشكال مختلفه. طب احنا كده عرفنا ركز الايد اوفر هول هو ده احنا هدفنا ايه من الاخر انك تقدر تعرف تحسب القيمه دي اشكر واللي مش فاهم يقول له عيد تاني وانا عيد ركز في الفيشه في القطعه دي وايه ما جبت. طب انا هدفي ان انا اقدر اجيب الايتا ايه؟ الايتا اوفر اول هي واحد ناقص حاجه اسمها ايه؟ بيتا واحد ناقص ايتا فين؟ عرفت اجيب الايتا فين؟ خلاص؟ ماشي ناقصني ايه؟ ناقصني البيتا دي اللي هي الاريا فين؟ على الاريا توتال. عايز احسب الاريا توتال ان في الاريا فين؟ كانت الاريا ام فين؟ تمام؟ لا لا طب البيتا دي انت جبتها منين؟ ده الاساس اللي انا بحسبه ركز ماشي الكلام؟ الكلام ده عباره عن بيتا تي على السيلفر ريزيستنس الاصل في المساله بتاعتك انك تقدر تحسب بيتا اوفر اول ده الاساس بيتا اوفر اول ده ليها فروق واحد ناقص الام اللي هو عدد الفينز بتاعتك في البيتا اللي هي اريا فين على الاريا توتال ده كله موجود عندك واحد ناقص ام البيتا فين. احنا عرفنا ازاي نقدر نحسب البيتا فين وازاي نقدر نحسب الاريا فين بالقوانين اللي هو ايه؟ مديها لك الناقص عندي ايه؟ ان انا اقدر احسب الاريا ار فين في القانون ده تمام؟ طب السؤال ده لو قلت لك هنا احسب لي الاريا ار فين هعمل ايه؟ ده قلت لك احسب لي الاريا ار فين هعمل ايه؟ جيب المساحه كلها واطرح منها اريا الفين ممتاز هقول لك الاريا فين الاريا ار فين هتقول له ايه؟ الوش سقفوا له في الهايت ده كده الاريا توتال صح؟ بطرح منها ايه؟ بطرح منها ان عدد الفينز في البيتا ركز يا باشمهندس ركز ركز والله هتعقد في المسألة قول لي مش بقى فاهم وقف بيقول لي قول تاني انا قول تاني ان في الكروس سيكشن اريا بتاعت الفن اللي هو السيكريس في الويتس كده كده تسال ايه؟ الاريا ان فين. طب نفس الاريا دي لو انا عندي ايه؟ انيلر لو انت حاجه عامله كده هعمل ايه مثلا يعني عندي اكتر من فين هعمل ايه هنا الاريا ام فين بكام ف نين باي نين باي ار ال باي في ال دي الاريا ايه كلها ناقص ان نص الاريا برضه باي دي ان باي في ال برضه بس في ال نعم باي دي بس في دي بقى ايه اللي بتاعتها تبقى الايه السكن بتاع الفين بس ده اتفضل دي اللي الفن واخداها ما بقولش ان في تي اللي هو السكنس في الويكس مين اللي ده العدد بتاع عدد الفن عدد الفن كلها كده انا قدرت اجيب الاريات اللي هي البينيه يا جماعه البينيه دي تمام كده انا اقدر اجيب قيمه الايه؟ القانون اللي تحت انا قانون ده ده قانون اقدر امين اقدر اجيب الاريا انفين ولكن في حاله بتاعت الانيرال سلندر هنا بجيب الباي دي في ال للايه؟ للسلندر كله بطرح منه الحتت الصغيره اللي واخدها الفين فالقانون ده ممكن تلاقيه عندك في الكتاب بيساوي ايه؟ باي دي في ال ناقص ايه؟ في سيكنس السيكنس بتاع الفين تمام؟
كده اقدر احسب بالقوانين بتاعتي احول منظومه الفيرس كلها لايه؟ لمقاومه. المقاومه دي واحد على ايتا اوفرول في اتش اريا توتال. تمام؟ ذاكر الكلام ده كويس. المره الجايه هيبقى حل بس. تمام؟ وبعدين في حته صغيره كده في الشطه بتاعت الفيرس وهكمل عليها.